هل سيتأقلم الإنسان مع ما اقترفت يداه؟ تساؤل قد يكون الأبرز والأصدق في الآونة الأخيرة، تزامنا مع ما وصف وما يحدث من ارتفاعات قياسية لدرجات الحرارة أدت بالفعل إلى احتراق الأرض. التغيرات المناخية بات من الصعب التنبؤ بها في ظل مواصلة الممارسات الضاغطة على مصادر الطاقة غير المتجددة ومساعي تهميش الحلول، فيما الأنظار تتجه نحو معالي ما قد تطمسها الظواهر الطبيعية نتيجة أفعال بشرية. للمزيد أرحب بضيفي من باريس حسان تليلي المختص بشؤون البيئة والتنمية. أستاذ حسان أهلا بك. تعتقد اليوم نحن أمام ظواهر يمكن أن نصفها بأنها ظواهر متطرفة لديها تفسيرات ومبررات مفهومة وواضحة؟ في البداية تحية للمشاهدات والمشاهدين، شكرا لكم. هذه الظواهر المناخية القصوى أو المتطرفة، الحقيقة التوصيف لم يأتي هكذا اعتباطا، بل جاء نتيجة التوصية والدراسات العلمية التي يجريها الباحثون في العالم. كل الباحثين الذين لهم جدية في البحث توصلوا إلى هذه النتيجة، ونقلت نتائجهم اللجنة الدولية التي تعنى بالتغير المناخي، أو الهيئة الدولية التي تعنى بالتغير المناخي، والتي تعمل تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة. وفي تقاريرها المرحلية كانت تؤكد منذ عشرات السنين أن ما يسمى الظواهر المناخية القصوى أو المتطرفة ستحصل. ما معنى ذلك؟ يعني ذلك أن تشتد درجات الحرارة إلى حدود قصوى غير معهودة وأن ترتفع، وهذا ما يحصل اليوم. يعني ذلك أن تنزل الأمطار بسرعة وبكثافة وبحدة، فتتحول في بضعة دقائق أو بضع ساعات إلى فيضانات، وهذا ما يحصل اليوم. وهناك مناطق عديدة تطالها هذه الظاهرة، ظاهرة التغيرات، ظاهرة يعني الظواهر القصوى، ولا سيما اليوم منطقة الشرق الأوسط والمنطقة المغاربية شمال إفريقيا وأوروبا الغربية. هذه مناطق فعلا أصبحت محل هذه الظواهر المناخية القصوى، ولا سيما عبر فترات الجفاف التي تطول أكثر من النزول والتي تتخللها فترات قيظ، وهو ما يحصل اليوم، وانعكاساتها كثيرة، ومنها حرائق الغابات، ونحن نشهد اليوم هذه الحرائق في عدة بلدان أوروبية، منها مثلا اليونان. نعم، يعني نستطيع أن نقول أستاذ حسن أن تغير المناخ يؤثر على ظاهرتين، النينو والنينيا. هل هذا ما يحصل اليوم؟ أمطار غزيرة تؤدي إلى الحقيقة أن هاتين الظاهرتين، نعم، ظاهرة النينيو وظاهرة لانينيا، هما ظاهرتان من ظواهر كثيرة، ولكن البلدان التي تتأثر سلبا أو إيجابا بهاتين الظاهرتين هما يعني سواحل البلدان الواقعة على شرقي المحيط الهادي وغربي المحيط الهادي، يعني سواحل الولايات المتحدة الأمريكية الغربية، ثم السواحل الأسترالية وسواحل أندونيسيا. هذه فيما يتعلق بظاهرة النينو وظاهرة لانينيا. ولكن الظواهر الأخرى، ومنها الظواهر يعني المناخ المتطرف، هذه تطال تقريبا كل مناطق العالم، وهناك مناطق تتعرض أكثر من غيرها إلى هذه الظواهر، ومنها المناطق التي تحدثت عنها. يعني بعجالة، ظاهرة النينيو ولانينيا هما ظاهرتان جزء مما يحصل اليوم، وليس كل ما يحصل اليوم. طب اليوم موجات الحر الشديدة باتت أكثر تواترا أستاذ حسان، هل هذا كله نتيجة لأزمة التغير المناخي؟ فعلا خبراء المناخ والهيئة الدولية التي تعنى بالتغير المناخي تصف موجات الحرارة المرتفعة، تقول إن موجات الحرارة المرتفعة ستزداد حدة، وهو ما يحصل اليوم. تقول إن موجات الحرارة
أو موجات الجفاف ستحتد ووتيرتها ستتسارع، وهو ما يحصل اليوم. وتقول أيضا إن الأمطار التي تنزل بغزارة بسرعة ثم تتحول إلى فيضانات ستنتج عنها انزلاقات كبيرة، وهذا ما يحصل اليوم. يعني النماذج الرياضية أو الحسابية أصبحت أكثر دقة مما كانت عليه من قبل، وهي نماذج تعتمدها اللجنة الدولية التي تعنى بالتغير المناخي، وكل ما تقوله فعلا ليس مجرد فرضيات، بل تأكد ذلك في العقود الأخيرة، وكل سنة تأتي وتؤكد ذلك، حتى أن المشككين بمسؤولية الإنسان في مسؤولية الأنشطة البشرية في التغير المناخي وانعكاسات التغير المناخي أصبح عددهم أقل مما كان عليه من قبل، بالرغم من أنهم لا يزالون ضجيجهم يعلو في السماء لاعتبارات كثيرة ليست لديها في كثير من الأحيان علاقة بالتغير المناخي، ولكن لأسباب أخرى سياسية واجتماعية. وهناك نظرية المؤامرة تلعب دور كبير في جعل هذه الفئة تشكك بما يحصل اليوم. وبالتالي ما نريد أن نقول انطلاقا من الأبحاث العلمية والدراسات العلمية وما تؤكده الهيئة الدولية التي تعنى بالتغير المناخي، إن هذه الظواهر حاصلة وأن انعكاساتها خطيرة وكارثية على الاقتصاد وعلى وعلى الأوضاع الاجتماعية وعلى البيئة وعلى التنوع الحيوي في العالم تقريبا. نعم، وكذلك هناك دراسات تشير إلى أن هذه الظواهر لديها انعكاسات وتداعيات كذلك على صحة الإنسان. كل هذه التداعيات، كل هذه العوامل، كل هذه التحذيرات والدراسات التي باتت توثق بشكل دقيق ما يجري في العالم، ألا تنبه أساسا بضرورة اتخاذ الخطوات الملموسة؟ نعم تؤكد هذه التقارير وما بعد التقارير، المؤتمرات الدولية والمؤتمرات الإقليمية، وفي مقدمة هذه المؤتمرات مؤتمر كوب وآخر مؤتمر عقد في شرم الشيخ في الخريف الماضي، أما المؤتمر المقبل فسيعقد في دولة الإمارات العربية. ومن أهم الإجراءات التي تم الوصول إليها في مؤتمر شرم الشيخ هو قبول البلدان الصناعية الكبرى التي لوثت والتي هي مسؤولة بدرجة الأولى عن الانبعاثات الحرارية، المسؤولة عن ظاهرة الاحترار، بإنشاء صندوق للتعويض عن الأضرار والتي تطال البلدان النامية. وهذا الطلب ظل قائما طوال 30 سنة واستجابت له البلدان الصناعية أو البلدان المصنعة في مؤتمر شرم الشيخ. ويفترض في مؤتمر الذي سعقد في دولة الإمارات العربية أن يتم الاتفاق على آلية عمله وطريقة تمويله، وهي مشكلة كبيرة اليوم، لأن هناك بلدان كثيرة تقول وتعد ولكنها لا تقدم ما هي مضطرة إلى تقديمه. أنا أشكرك من باريس حسان تليلي المختص بشؤون البيئة والتنمية، شكرا لك على كل هذه المعلومات والإيضاحات.